ما يزال أهالي مدينة عسيلان بمحافظة شبوة يعيشون تحت رحمة قذائف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح التي تمطر منازلهم منذ أكثر من عام ونصف. وهكذا كعادتها الميليشيا في كل الجبهات، عندما تخسر المعركة على الأرض تلجأ إلى استهداف الأحياء السكنية والمصالح العامة. ما يظهر هنا في هذه المشاهد ليس إلا نموذجا لانتهاكات جسيمة ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين في هذه المدينة. ضربوا البيت، هذا الضرب ضرب عشوائي ولا مكان لا ما فيه يعني ضرب من هذا الجهة ومن هذا الجهة، المهم يعني ضربوا البيت كامل والمسجد حقنا. على الرغم من الأضرار التي لحقت بهذه الأسرة ومنزلها، إلا أنها لم تتخلى عن حقها في الحياة، فهذه الأسرة أيضا وحدها ضحت بثلاثة شهداء دفاعا عن المدينة خلال المعارك مع الميليشيا التي أجبرت الجميع على حمل السلاح. أنا قدمت ولدي أفضل عيالي وسأقدم روحي، ولد أخي ولد أخي الثاني. وهنا في أطراف المدينة الأشد تضررا هكذا تبدو الصورة، حيث أصبحت منازل المواطنين في مرمى القصف العشوائي لمختلف أنواع أسلحة الميليشيا. القرية هذه معرضة للضرب من قبل الحوتة ومن قبل الحيد هذا اللي منهم قبله، والبيوت هذه جاتها طلقة، هذه الطلقة واحدة اللي صورته والثانية في البيت اللي قبلي هذا واللي من شرقية. كل هذه الانتهاكات ترتكبها الميليشيا بعد كل جولة فشل في محاولاتها المتكررة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها بعد اندلاع معركة التحرير في مارس الماضي، وباتت هذه المواقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. ففي هذه الجبهة حيث تتمركز وحدات عسكرية تابعة للواء 19 مشاة تدور بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع الميليشيا على خطوط التماس. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوة.